في بعض الفصائل تعتبر حالها بديل. بديل طبعا في بعض الفصائل تعتبر حالها بديل على منظمة التعليم الفلسطينية. وبالتالي لكي أغلق هذا الباب، وقلت أنا في حديثي البحث عن أن تكون منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، شرعي بمعنى الحديث اللي أنا بحكي لك فيه، ووحيد أن لا يجادل أحد في تمثيله للشعب الفلسطيني ولا يوجد أي بدائل. وصار على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية مجموعة من المؤامرات قادتها دول عربية والأمريكان والإسرائيليين للبحث عن بدائل لمنظمة التحرير الفلسطيني، وكلها باءت بالفشل. علينا أن نغلق هاي